السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. من بعد ما أننا أتممنا الإيميل، يعني صوبنا الإيميل ديالنا، فهمناه مزيان، ورغم أنني في انتظار الأسئلة ديالكم لما فهمتوا شي حاجة، غادي ندوزو دابا للدوسي 2 اللي هو لا بروغراماسيون ايفينمونسييل اي اورينتي اوبجي. فهاد الدوسي هذا غنعطيو واحد الملاحظة. شنو هي؟ أنه ملي كتكون شاد الورقة في يدك كتبان لك بارتي 2 براتيك. براتيك كنعنيو فيها حنا كلافي، ولكن في الامتحان شحال من واحد كيظن انه اما قبل الامتحان ولا ملي كيبغي يدخل الامتحان كتب لي براتيك، كيسحب راسو راه غادي يدوز لا بارتي براتيك كامله في البيست. نو، بارتي براتيك يعني غتصوب مثلا ان كود او تجاوب على الاسئله اللي هما براتيك ولكن تيوريك. براتيك ولكن تيوريك، الاجابه راه تيوريك ولكن الكونتوني راه هو براتيك. بحال هنا مثلا قال لك صايب لي كلاس الى اخره، غنصوبو في فيزيال ستوديو، ولكن هو في الاصل خاصك تكتب في ورقه. بما ان الكاميرا كنبقى شاده بيدي وهذا ما غاديش تشوفو مزيان، دونك فكرت انني نديرو في فيزيال ستوديو احسن. فوالا نبداو الدوسي ديالنا. قال لك اسيدي لادمينستراسيون دان كلوب دو فوتبول اللي شفناها في الايميل بغات عاوتاني تجيري سون كيب الى اخره. دونك انت اش غدير الايميل هنا فين كتجي الضروره ديالو؟ انه الايميل غتشد مثلا انت الورقه ديالك اللي صوتي فيها الايميل غتحطها حداك هنا، اما في الامتحان ولا انت ولا ملي انت خدام معايا دابا خدام كتفرج في هاد لا كوليكسيون، نحط حدايا الورقه ديال الايميل كيما حطها انا حدايا دابا ونبدا نصوب في الكلاس. علاش؟ حيت غيطلبوا مني لي فاريابل انستونس. ها هي كيما قويلا قال لك بريفي، حتى انا راه بريفي. لي ميثود هنا قال لك بوبليك، راه حتى انا بوبليك، غير زيد عليا ما تو لي كلاس، يعني توت لي كلاس دو فيتر بوبليك، يعني بابليك كلاس وماشي كلاس. ملي ما كيقولش لك توت لي كلاس دو فيتر بوبليك، دير اللي عجبك، دير ما يما دير كلاس جوغ ديريكت، ماشي هاد كلاس سون اون، ما كايناش او هنايا، انا كنهضر على الكود كلاس جوغ، وتبدا تصوب في لي فاريابل دانستونس ودير لي كونستريكتور ودير لي اكسيسور الى اخره، اولا تكتب بابليك كلاس. انت تما مخير. امتى كتكون محير؟ ملي كيكون لك يقول لك هو توت لي كلاس دو فيتر بوبليك، يعني واجب عليك دير لي هذيك بابليك، مو صحيح ما غاتبانش لي بابليك غيضرب لك الكود. فوالا نبداو بالكلاس جوغ. La classe joueur caractérisée par son nom complet, date de naissance, position et en réserve. En réserve, il y a ce que je vais dire dans l'email. Il y a ce que je vais dire expert. Vrai ou faux, il y a un bon lien. Il y a un email, il y a un email, il y a les variables, il y a les méthodes. B, il y a un email, il y a un email, ajouter tous les accessoires, mais je vais écrire les accessoires get ou les set. Tous les accessoires, il y a les accessoires get ou les accessoires set. C'est ajouter à cette classe deux constructeurs, un constructeur par défaut et un constructeur d'initialisation avec tous les paramètres. D, écrire une méthode polymorphe. هنا راه هذا راه بوليمورفيزم كيقول لك بانه غادي تصاوب لي واحد لا ميثود اللي هي فيرتوييل. ملي كيقول لك écrire une méthode polymorphe يعني هذا كيعني بانه غادي تصاوب لي ميثود فيرتوييل ماشي اوفررايد. انت كتب امتى كتكتب اوفررايد؟ والناس عارفين علاش كنهضر ملي كنقول فيرتوال ولا اوفررايد. ملي كتلقى غو اكريغ، ماشي اكريغ اون ميثود، غو اكريغ. وهاد لا ميثود هادي راه فيها الريتورن، يعني غتحسب نتايا البريم، ها هو اللي هو 10000 درهم مضروبه في لو نومبر ديال ماتش غاني على لو نومبر ديال ماتش جوي. هادو راه دي فاريابل. سي لو جوار برينسيبال، كيفاش سي لو جوار برينسيبال؟ يعني غتحسب وغتعطي البريم. الا كان اون ريزيرف ولا جوغ هو عنده اكسبير ولا اكسبيريمونتي ولا عنده اكسبيريونس، راه غادي تعطيه 50% دو لا بريم جوغ برينسيبال، يعني غتزيدو هذيك 50%. وغدير ريتورن، هاي مكتوب هنايا اكي ريتورن لا بريم منسيال، يعني غترتورني لا بريم وغادي يمشي ديريكتومون على الجوغ. كيما شنا قويله باللي راه الكابيتان وجوغ عندهم نفس هاد لا ميثود. فوالا غادي نجاوبو على هاد ان اللي هي كلاس جوغ. غنصوبوها دابا فيزيال ستوديو، دونك على بركة الله. New project console application مثلا نكتبو POO exam. هادشي كان وكنعاود نذكر هادشي راه تيوريك، راه تيوريك، هادشي راه ماشي براتيك، ما غاديش ديروه نتوما في بي سي في الامتحان، راه تكتبوه في ورقه. غير انا بغيت نسهل عليكم هنايا باش تبان لكم الخدمه مزيان. كاع لي كلاس خاصهم يكونوا بابليك، يعني انه ملي غادي نصوب انا الكلاس ديالي غتكون بابليك كلاس جوار. ونفتح لي زاكولاد ونحط لي فاريابل دانستونس. عندي برايفت نوم، برايفت سترينغ نوم،
نكتبو عليها مثلا name private string position، يعني لا بوزيشن سوغ لي تيغان. اولا ممكن دير هادي، ممكن تحطهم بجوجهم في ديكلاراسيون وحده، تقول ليه اولا ديكلاري بلي راهم بجوجهم سترينغ. لا دات نيسونس، ولا نديرو فوالا لا دات نيسونس. دات نيسونس غادي تكون هي دات تايم كما شفنا في الايميل، نيسونس اند برايفت بوليان اللي هي اكسبيرون، كتبنا حنا قبيله في الايميل اكسبير. فوالا دابا غادي نحط لي زاكسيسور. قال لك هما اجوتي توت لي زاكسيسور، يعني لي زاكسيسور كتعطيهم واحد السميه من غير هاد السميه اللي ديكلاريتي نتايا. مثلا عندي نيم، ولكن نقدر ندير غير ان ماجيسكيل وغادي تخدم. غندير بابليك نوم هو سترينغ، نوم عندي سترينغ، ونكتب مثلا نيم ماجيسكيل، نفتح لي زاكولا. من هنا غندير جيت، من هنا غندير سيت، ولكن هنا ما كملتش. دونك هنا غندير بحال هكا، وهنا غندير بحال هكا. جيتر اند سيتر كنعرفو بلي كنديرو ريتيرن او السميه ديال الفاريابل، و السيتر هاديك السميه اللي درنا ليها الريتيرن كنديرو لها النيم ايكوال داك الفاليو بوان فيركول. نفس القضيه بالنسبه لشي لاخر. عندي بابليك سترينغ بوزيشن، ونكتبو لها مثلا بوز. مخصهاش تكون مخصهاش تكون عندكم ديروا نفس السميه ديال الفاريابل اللي ديكلاريتو هنايا في الكلاس. جيت ريتيرن بوزيشن سيت بوزيشن ايكوال فاليو ايكوال فاليو. نفس القضيه بالنسبه للسترينغ ديال دات تايم، بابليك دات تايم يعني التيب ديالو دات تايم. نسميوها مثلا نس نسبة الى نيسونس، get نيسونس يعني دير ليها الريتيرن اولا، عادة ندير set ديال ديك لا نيسونس equal the value. زيد عشان شنو اخر public اللي هي بوليان اخر وحدة. سنشوف اكسبير، صافي كتبنا اكسبير. غير تاكدوا ديما من الفاريابل اكسبيرت ولا اكسبيرت. نفتح لي زاكولاد وندير جيت ريتيرن اكسبير اللي هو حتى دابا هاد اكسبير هادي رسميه ديال الاكسيسور، وهادي رسميه ديال الفاريابل عندكم تخطئوا. وقضية اخرى ممكن دير جيتر انسيسر بحال هكا، ولكن ما درت لهم انا في النيم نفس راه هما بحال بحال، غير اللاي اوت مبدل يعني الشكل ديالهم كيبان لكم مبدل. ولا بغيتيني باش تجمع الكود ديالك يكون مزيان يكون باين للمصحح، دير لي بحال هادي اللي كندير انا دابا احسن. هنا ساليت لي زاكسيسور، اشنو قال لي؟ ان كونستركتور با ديفو اي ان كونستركتور دينيسياليزاسيون افيك تو لي بارامتر. يعني انا غادي نمشي غادي نصاوب لي زاكسيسور ديالي. الاكسيسور غادي نسميوها جوار مثلا بابليك جوار. نفتح نحل لي بارونتيزون ديال لي زاكولا نخليهم خاوين. هذا هو كونستركتور با ديفو، ونحط حداه ولا تحت منه مباشره واحد غادي نحط فيه توت لي بارامتر. وكاع لي بارامتر دير نفس يعني كاع لي بارامتر تحط ليهم كاع لي بارامتر تحط ليهم نفس لي فاريابل مع لي تيب ديالهم. عندنا سترينغ ني نوم و يعني باش تسيباري بيناتهم غادي تسيباري ب غتسيباري بيناتهم ب بوان فيرغول. سترينغ بوزيشن دات تايم داي تايم نيسونس، و اخر وحده درنا هي بوليان اكسبير. هنا غندير لي زاكولاد و نكتب ديس بوان يعني نفس السميه ايكو ديس نوم ايكوال نوم. اجي بعدا واحد القضية هنا ماشي نوم، قلت لكم نفس لي فاريابل نفس لي فاريابل. حاولوا انه هاد الاخطاء انا كنحاول نديرهم باش نتوما تشوفوهم وتجنبوهم. اما انا راه ما غاديش ماشي ما غاديش نخطا، ولكن فيما نقطع الفيديو وندير بحال ما خطاتش، ولكن من الاحسن نخلي الخطا باش نتوما تعرفوه وحتى نتوما باش المره الجايه تكونوا حذرين من هاد الاخطاء هادو، يعني
ديروا ليهم تعطيهم واحد القيمة و الأخطاء هادو تحاولوا تفادوهم. دونك ديس نيسونس بوان ني سونس ايكوا نيسونس و ديس بوان آخر وحدة هي بقات لينا هي اكسبير ايكوال اكسبيرتس. هنا عندي واحد الخطأ ديس نيسونس هي نيسونس ميت تو سيم فاريبل دي ميت تو اساين سامثينغ ايلس. ماشي هنا ما جاش اس فوالا. دابا لي زاكسيسور انا صايبتهم اشنو بقى ليا؟ قال لك اكخيغ اون ميثود بوليمورف. اكخيغ اون ميثود بوليمورفيزم يعني هنا غندوز لا بوليمورفيزم. دابا غادي نحطو لا ميثود بوليمورف هي اسميتها كالكولي بريم وفيها لي نومبر دي جو لي نومبر دي ماتش اللي تلعبو لي ماتش لي نومبر دي ماتش اللي تربحو يعني غاني. دونك اش غندير ليه بابليك فيرتوال والسميه ديال السميه ديال هذيك الميثود. ولكن هذه الميثود عندها واحد لو تيب بما اننا غادي نرتورنيو واحد واحد بما اننا غادي نرتورنيو واحد البريم اللي هو فيه القسمه عندنا هنا ديفيزيون. وبما انه ديفيزيون غتعطينا واحد لو نومبر اللي غادي يكون سيباري بلي بوين يعني فلوت يعني نومبر غيال كتكون فيه الفاصله غادي نديكلاري عامه هذيك هاد لا ميثود كامله غنديكلاريها فلوت. دونك بابليك فيرتوال فلوت ونسميها كالكولي بريم كما كاتبين هنايا. وبما اننا حنا ديكلارينا باللي راه كاين واحد لو نومبر دي جوي ونومبر دي كما كتبنا في الايميل هنا غادي نديكلاري واحد جوج ديال لي فاريابل اللي هما بايتس ان بي مثلا جوي وبايتس ان بي غاغن يعني نومبر دي ماتش جوي وماتش نومبر دي ماتش غاني. دابا غادي نحسب البريم. البريم غادي يكون كما قلت لكم هو في ديفيزيون يعني غادي يكون ريال يعني فلوت. بريم ايكوال هاد البريم هذا هما كاتبين لك هاد البريم هذا كاتبين لكم هنايا هاد البريم هذا هما كاتبين لك 10000 درهم مضروبه في غاني اي جو يعني الا كان لو جو برينسيبال. دونك انت غادي انت غادي دير غتصاوب هاد البريم بعدا عاد ترتورني وتشوف واش اكسبير ولا ماشي اكسبير. قال لكم 10000 درهم دونك 10000 ما يهمش واش درهم ولا لا في الكود مضروبه في لو نومبر دي ماتش غاني ان بي ان بي غاغن سور ان بي جو. دونك هذا هو لو بريم. هنا غادي ترتورني هذاك البريم وغتقول ليه الا كان اكسبير اكسبير كتحط حدا هاد البوان دانتيروغاسيون هادشي راه شفتو في السي هو الاول. هاد الجوغ هادي الا ما كانش اكسبيريمونتي غادي نعطيه البريم. كان اكسبيريمونتي كندير دو بوان وكنعطيه بريم سيغ دو. فوالا نشرح لكم هادي مزيان. قال لك هنا البريم 10000 درهم مضروبو في لو نومبر دي ماتش اللي تلعبو على يعني اللي تربحو بعدا اللي تربحو على اللي لعبو. شوف درنا هي هذيك بعدا غاني سيغ جوي. الا كان لو جوور برينسيبال هاي الا كان لو جوور برينسيبال غنعطيه لو بريم. كان هذا لو جوور راه اكسبير غنعطيه بريم سيغ دو يعني غنعطيه 50% غنشد داك البريم ونقسمو على 50% سي لو جوور اي اون ريزيرف. سالينا لا كلاس جوور. دابا غادي ندوزو لا كلاس كابيتان. قال لك هنا بعدا كاين لي ريتاج. قال لك اكري لا كلاس كابيتان كي ريد لا كلاس جوور لو كابيتان كاركتيزي باغ هادشي هذا بلا ما نقراه باش ما نضيعش لكم الوقت وباش الحلقه ما تكونش طويله. دابا غادي نصوبوا لا كلاس كابيتان. اشنو قالنا في كلاس كابيتان؟ هاد لا كلاس كابيتان يعني عندك كي ايريت عندك لي ريتاج. هنا هاد لا كلاس كابيتان كات ايريتي من لو جوور كاع لي فاريابل اللي كاينين في لا كلاس جوور. وهاد كابيتان هذا عنده فاريابل واحد اللي هو لو نومبر دي ماتش اللي لعبهم في الكارير ديالو. غادي نصوبو لا كلاس دان كونستركتور دينيسياليزاسيون. وملي كنقول ان كونستركتور دينيسياليزاسيون افيك تو لي بارامتر وكاين لي ريتاج عرف بلي راه غدخل لي فاريابل اللي كاينين في كلاس جوور وغتشركهم مع لي فاريابل دو كابيتان. زائد غدير بيز وغتكتب كاع السميات ديال لي فاريابل اللي اريتيتي من هذيك جوور. زائد هنا قالك هذوك لي نومبر دو ماتش خاصهم يكونوا صغار من 100. ها هي نومبر دو ماتش دو اتر اون موان 100. الى ما كانوا 100 غنخلي واحد ليكسيبسيون وندير لا ميثود اللي هي اوفررايد ريكري غير لا ميثود بوليمورف.
ساشون كو هذاك البريم اللي غادي ليه انت لي ريكرياسيون غتحط فيه البريم وغتزيد عليه 50 درهم ضروبه في النوم ودي ماتش اللي لعبهم هو في داك لا كارير. دونك نصيبو لا كلاس كابيتان على بركه الله. هاد لا كلاس اللي سميتها كابيتان دونك تاهي بوبليك دو بوين. علاش؟ حيت كتبين لك كي اريت من لا كلاس جوور ديك لا ريبيدا هذاك الفاريابل اللي هو النمبر دو ماتش اللي لعبهم هذاك الكابيتان في لو كارير ديالو غنديرهم اي شورت. ولكن في الايميل كتبت لكم يو ان 16. يو ان 16 هي فيها 16 بيت و اي شورت يعني من الاحسن تكتب اي شورت يعني غيطلع لك ايرور لك تكتب لي يو ان 16. غنكتب لي هنا النمبر دو ماتش ماتش مثلا ماتشز نصوب لو كونستيكتور بعدا بابليك كابيتان ندير الاقواس ونكتب هنايا لي نوم اللي يعني اللي غنديكلاري بدا لي فاريابل string name string position اش نخرج عاوتاني dot time اللي هي ديال dot naissance و expert. ولكن عكس هاد الكونستركتور اللي كتبنا في الجوغ غتزيد لو فاريابل اللي صوبناه هنا اللي يلا حطيناه هنايا private short u short matches. ولكن نجي هنا ونكتب دو بوين بيز. اش كتعني هاد بيز؟ يعني غتحط فيها كاع لي فاريابل اللي وردتي انت من هذيك لا كلاس جوور غتكتبهم هنايا بلا التيب ديالهم. غتكتب غير نيم بوزيشن نيسونس اللي هي خاطئه هنا وتزيد عليها اكسبير اكسبير وهنا تحل لي فاريابل ديالك تحل لي زاكولاد ديالك. دونك تحل هنا لي زاكولاد ومن بعد ملي تحل لي زاكولاد غادي نصوبو هذيك اف. قال لك اسيدي لي ماتش خصهم يكونوا صغار ما خصهمش يكونوا صغار من 100. دونك غندير اف ماتشز انفيريور ا 100 يعني الا كانوا صغار من 100 هما قال لك ما خصهمش يفوتوا 100 يعني الا كانوا من 99 ولتحت كانوا صغار من 100 هو هذاك يعني غتقول لي الا كانوا لي ماتش صغار من 100 draw new exception هاد سميه ديال الاكسيسيون مثلا نسميها مثلا ايرور في لو نومبر دي ماتش مثلا غير كمثال. ولكن في النسبه للامتحان شنو انت اش كتبين لك تما في هذيك الاكسيسيون. فوالا هذا هو اللي كاين في لي ماتش. زائد ما درناش في لو كونستركتور هذاك لو نومبر دو ماتش ديما كنديرو من بعد انني ندير واحد لا ميثود ولا ندير واحد الكونديسيون. الا قال لك مثلا لو نومبر ديال ماتش خاصهم يكونوا صغار من 100 دير هذاك الكونديسيون اللي كتقول باللي هذوك لو ماتش خاصهم يكونوا صغار من 100 يعني هي الاولى عاد تجي دير هذاك البلان اللي درنا قوينا حنا في الكونستركتور اللي هو ديس بوان ماتشز ايكوال ماتشز. علاش هاد الكونديسيون هادي تدخل هنايا اما الا جيتي هادي كتبتيها قبل من اف راه ما عادش تخدم وخطأ غادي تعتبر خطأ. دابا غادي نصوبو البوليمورف اللي هو اوفررايد public override هذيك لا ميثود اللي قلنا قويله بانه ديكلارينها فيرتوال وهي فلوت ها هي باقا هنا باقا هنا كتبان حتى هنا راه خصني نديرها فلوت نفس لو تيب وخصها تكون عندها نفس السميه. ها هي انا ملي غنحطها تكتب ديريكت ولكن نتوما في الورقه راه ما تكتبش لكم ديريكت يعني خاصكم تعاودوا تكتبوها كما هي مكتوبه هكذا. غير هو هذا الريتيرن بيز غادي نمحيها حيت ما خصهاش تكون في الاصل. غادي نقول ليك ريتيرني ليا الكالكولي بريم اللي فيها سيدي بايت في الروتور ما نديش لي تيب ندير غير ام بي جو و ام بيغا تروتورنيهم من بعد ما دير ليهم روتور ما نديرش انا زائد ولا تساوي ولا شي حاجه. من بعد من الروتور قال لكم زيد عليهم 50 درهم يعني غنزيد عليهم 50 وغادي ندير ليهم الملتيبليكاسيون في لو نومبر دي ماتش اللي لعب هو ماتشز صافي هنا 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 صافي هنا ساليتي لا كلاس كابيتان. هذاك الشيء هو هذاك قال لك اسيدي بريم ديال كابيتان اللي هو هذا غتزيد عليه 50 درهم وتضربو في لي ماتش اللي لعب هو في لا كارير ديالو. دابا غندوزو للكلاس اونترينور بيان سور اللي هي حتى هي فيها لا كاركتيريزاسيون فيها كونستركتور دينيسياليزاسيون ولكن ما فيها لا هيريتاج لا والو جوست فيها هاد لا ميثود اللي هي ما بوليمورفين ما والو. زائد عندك واحد لو في ان اكسبسيون
كيقول لك اسيدي لو بريم خاصو يكون ما بين 200,000 و 300,000 درهم. يعني غتقول ليه اف بريم صغر من 200,000 ولا هذاك ولا بريم صغر من 300,000 درهم، غتقول ليه دابا نقراو السؤال. اجوتي اسيت كلاس ان كونستركتور دينيسياليزاسيون افيك تو لي بارامتر، لا بريم انويل دو اتر اونتر ما بين 200,000 درهم و 300,000 درهم. اش كتعني هذه؟ بانه البريم ما خاصوش يكون صغر من 200,000 درهم ولا ما خاصوش يكون كبر من 300,000 درهم. يعني بقى محصور ما بين 200,000 درهم و 300,000 درهم، سينو لو في ان اكسبسيون. يعني كما كتبنا قبيله درو نيو اكسبشن. هنا هاد لا ميثود هادي غادي تخدموها ساهله، غنخدموها بواحد اللعيبه اللي كتسمى اد ديرز. كتحسب لينا لي زاني، كتحسب لينا لي زاني، ومن بعد غندوزو للكلاس ايكيب اللي هي اخر حاجه باش نساليو بي او. نصوبو بعدا لا كلاس اونترينور. قال لك كاركتيريزي بار سون نوم كومبلي و ديبيو لي زاني كونطرا و لو بري صافي. و غادي نحطو الكونستركتور ديالنا على بركة الله. هنا غادي نخرج من لاكولات ديال لا كلاس كابيتان وغندوز لا كلاس اونترينور. اونتري عندها واحد الشامبو، نحط لي فاريابل ديالي سترينغ لو نوم ديال هاد لونترينور هذا. ثاني حاجه لي زاني دو كونتري، يعني شحال دوز من عام شحال دوز من اعوام، يعني لو نوم بغينا نبغي يكون بايت. غادي نديرو هنايا اني مثلا اني سينتي ونزيدو نديرو ليه لا دات، يعني ديبي دو كونطرا امتى بدا هو داك الكونطرا، يعني دات تايم ديبي سينتي. مكانش نبقى اخر، بقى غير البريم. البريم كما قلنا حنا راه فلوت، دونك غنكتبو هنايا تاني فلوت برايفت فلوت ريم. دابا ندير الكونستركتور ديالي بابليك اونترينور نفس السميه، نفتح الاقواس string نوم بايتس اني دو كونطرا ولا اني سينتي. شنو غادي عندنا الدات تايم هذيك ديبي سينتي والفلوت اللي هو البريم اللي غادي نديرو ليه روتور. نفتح لي زاكولاد كيف العاده، راكم عارفين هادشي، داكشي علاش كنزرف فيه. نفس القضيه راه طبقناها، وكنحاول ما امكن ان الحلقه تكون قصيره بزاف باش اللي غيبغي يتفرج فيها تبان ليه صغيره، ما يقولش راه بزاف هادشي طويل عليا، حتى انا كنعرف المغاربه راه معكازه بزاف. دي بي سينتي دي بي سينتي ديس. ولكن قبل هنا نحبس، هنا نحبس. علاش؟ تفكرت واحد البلان هنايا، قال لك وسط هذا الكونستركتور شي ملي كيكون حاط لك لا بريم انويل ولا لا دات ولا شي حاجه وسط من هذاك السؤال ديال الكونستركتور، عرف باللي راه هاد ديس هادي اللي غدير انت البريم، هاد ديس بوان بريم راه ما غديرهاش دابا حتى تحط هذيك الكونديسيون. اش قال لك هو في الكونديسيون؟ خاص يكون محصور ما بين 200,000 درهم و 300,000 درهم. دونك انت غتجي غتكتب ليه اف بريم inférieur à 200,000 ودير اور، حيت ما قالش لك اند، هو قال لك او، قال لك اونتر، قال لك اونتر 200,000 درهم اي 3 اي 300,000 درهم، يعني خاصو يكون محصور بيناتهم. ماشي قال لك اي راه غتمشي دير لي اند، راه شحال واحد كيخطا بعض المرات كيتبان لهم اي كيديروا اند. لا راه في هذه الحاله هذه واخا كتب لك اي راه خاصك دير هاد جوج شريطات اللي كيهنيو اور، يعني الا كان البريم صغر من 200,000 درهم راه غيطلع اكسبسيون، كان صغر من 300,000 درهم غيطلع اكسبسيون. هذيك اند راه كتعني بانهم خاصهم يكونوا بجوجهم بحال هكاك، يعني جوجهم خاصهم يتحققوا عادي يعطيني اكسبسيون. ولا كان صغر من 200,000 درهم راه غيبقى يطلع ايرور. دونك ندير بريم سوبيريور ا 300,000 درهم من الاحسن باش نبقى هاني. الا كانوا هادو دراو نيو اكسبسيون، يعني دراو هي لي في ان اكسبسيون. عقلوا على هادي، ما ديروش تراي كاتش اكسبسيون تراي كاتش اكسبسيون الى اخره، غطول في الكود. سطر واحد غتحط فيه الكونديسيون ديالك وتحط فيه الاكسبسيون، كتب لي ايرور مثلا دو بري على سبيل المثال.
دابا ملي حطيت لي كونديسيون عاده غندير ديس بوان بريم ايكوال بريم كيما شفنا قبيله. الحمد لله مزيان. دابا نصاوبو هذيك لا ميثود اللي كتحسب ليا امتى بدا، ولكن نستنى نشوفو هما اش كاتبين هنا. اكريغ ان ميثود كي غوتور لا دات دو فان. لا دات دو فان كيما قلت لكم قبيله هو انه غادي تشد هذيك الديبي دو كونطرا وتحسب شحال كاين فيها من اني، يعني من امتى بدا. مثلا بدا هو من 2017 ودوز معانا عامين، يعني غيسالي في 2019. انا اش نكتب ليه؟ بابليك. هاد لا ميثود هادي بيان سور غادي تكون دات تايم، علاش؟ لان غترتو لنا واحد لا دات، دات تايم او اس تي ديت، ونفتح لي زاكولات. اش نقول ليه؟ ريتورن، يعني غترتورني لي هذاك لو ديبي دو كونطرا اللي انا ديكلاريتو ديبي سي ان تي. غدير لي اد ديز، ما ديش لي اد دايز ولا اورز. علاش؟ هو قال لك كي ريتورن لي نومبر دي زاني، يعني لي نومبر دي زاني هما اد ديرز، ييرز هما السنوات، و اد هي اجوتي ييرز. يعني غيشد هذاك ديبي دو كونطرا وغيحسب لك اد ديرز، وغادي تحط حداها يعني وسط من هذوك الاقواس لي زاني دو سي ان تي. غيجمع غيحسب هاد لي زاني هادو، مثلا كما قلت لكم هو دوز عامين، غيحطه هنا وغادي يحسب شحال ما بين هذيك ديبي دو كونطرا وما بين هذيك العامين اللي داز، غيلقى 2019 مثلا. صافي، هذه هي لا ميثود، وهذا هو وهذه هي الكلاس اونترينور. اخر كلاس بقات لنا هي كلاس ايكيب، غنشوفوها دابا. سدو الكلاس ايكيب، نمشيو بعدا نقراو شنو نقراو لي نونسي. ديما نقراو لي نونسي. Écrire la classe équipe caractérisée par son nom, nombre de la ville qui représente, le nombre de matchs joués, le nombre de matchs gagnés pendant le championnat national. واحد القضيه هنا بانت ليا غريبه شي شويه. لا ليست دو سيجور، يعني غادي تكون عندنا لا ليست، ولا غتكون عندنا اون ليست وسط هاد الكلاس، زائد اي سون انترينور، يعني حتى لونترينور غادي تكون عنده شي حاجه من غير داكشي اللي كتبنا. يعني غنصوبو واحد لا كلاس سميتها اونترينور، غنعطيوها فاريابل اونترينور. هادشي اللي فهمت. اجوتي ا سيت كلاس دو كونستركتور، كونستركتور سون بارامتر. كونستركتور سون بارامتر يعني انك غادي تحط فيه الجيت، و كونستركتور افيك تولي دينيساليزاسيون افيك تولي بارامتر سوف لا ليست دي جوار. فوالا، الكونستركتور سون بارامتر هو اللي غادي تحط فيه هذيك لا ليست دي جوار. تما قالك تما 25 رايه. Les deux constructeurs doivent instancier la liste des joueurs avec une capacité de 25. Il y en a toutes les 25 joueurs pour le constructeur sans paramètre. Ou le constructeur de la liste des joueurs va faire return. Il y a un return, il y a un get return joueur. Le constructeur va faire les paramètres. On va faire juste les paramètres. On va dire qu'il y a 10. هذيك ديس اللي كتعني ليا بانه خصني ناخذ لا ليست دي جوار. دونك ندوزو للفيزيوال ستوديو، ونصايبو بعدا، نكتبو بعدا لي فاريابل ديالنا. اول حاجه برايفت ايكيب، نكتب مثلا او كي نيم، يعني النوم ديال داك ليكيب غادي يكون بيان سور سترينغ. سمحوا لي عرفت لي لا سوري سترينغ. الفيل حتى هي راه سترينغ، دونك نزيدها هنايا اوكي فيل مثلا، يعني لا فيل ديال هذيك ليكيب، يعني المدينة. لو نومبر دو ماتش جوي او غانيا راه شنو نقولو بايت، يعني برايفت ان بي جو و ان بي غاغن. ماشي نفس لي فاريابل، ماشي نفس، يعني راه خصني ضروري نعاود نديكلاري، غير عاود كتبت نفس السميه وصافي. بوان فيرغول بيان سور ان بي غاغن. عندي واحد لا ليست دو جوار غنكتب ليه برايفت ليست، اي كيكون عطينا لك هنايا، هادي كتعني بلي غتدخل فيها الكلاس جوار. نكتب ليست وندير هكا، يعني ندخل جوار كلاس جوار، حيت هما قال لك لا ليست دي جوار، ونعطيها واحد الفاريابل جوار. ماشي غنصاوب
كلاس وسط من كلاس ونكتب ليها هذا هو لي جوغ. عندي ديجا كلاس جوغ دونك غناخد منه واحد لا ليست، وهاد ليست جوغ غادي تمشي تاخد لو نوم ديال هذاك الجوغ، لا ليسونس ديالو، غادي تاخد منه واش اكسبير ولا نو الى اخره، يعني بحال بحال غتورث منه. دابا الفاريابل اونترينور، عندنا اونترينور ديجا صوبنا، دونك هما قال لك هنايا ديما قرا مزيان، قال لك ريبريزونت لو نوم دي ماتش جوي، لو نوم دي ماتش غاني بوندون ها لا ليست دو سي جوغ اي سون اونترينور، يعني هاد لا ليست دو سي جوغ غتكون ليست و اونترينور راه ديجا كلاس ديجا صوبناه، هادي غتجي منها اونترينور اللي هو كلاس ديجا صوبناه، ندير ليه شابون ونعطيه فاريابل، ولا نكتب ليه مثلا ترينر، ماشي ترينر بلونجلي راه هي اونترينور، ولكن المهم انا عجبتني الترينر درت. دابا غادي نصوب الكونستركتور، دابا في لا ليست دي جوغ عندي واحد كونستركتور، ولكن غادي نبدا ديال الايكيب الاولاني، ولكن خصني 25 جوغ، هذوك 25 جوغ منين غنجيبهم؟ يعني غادي نخدم بلي زاكسيسور بيان سور، وندير بابليك هذيك الليست اللي فيها لي جوغ، نعطيها واحد السميه جي ار اس مثلا بحال هكا على سبيل المثال، وندير جيت يقول لك هما جيت وات، اش بغيت يعني شنو بغيتي، شنو اللي بغيتي تاخد، شنو بغيتي دير ليه جيت، غدير ليه سيدي انا بغيت ريتورني هادوك لي جوغ فوالا. ومن بعد عاد غتهود انت من بعد ديك لا كلاس صوتي، غتصوب كونستركتور سون بارامتر ديال ايكيب، ايكيب هما قال لك نيت كونستركتور سون بارامتر، غدخل ليا فيه لي نومبر دو جوغ اللي هو 25. غنعاودو نقراو هنا les deux constructeurs doivent instancier la liste des joueurs avec une capacité de 25. Voilà, حنا نمشيو خطوه بخطوه. في لو كونستركتور سون بارامتر غادي نحط ليه لو نومبر دو جوغ اللي هو 25. كيفاش غندير ليه؟ ها نشد هذيك لو جوغ اللي درت ليها ريتورن، كون ما درتش الجيت راه غادي يطلع ليا ايرور هنا ضروري، الشيء هاي هما بانوا ثلاثه جوغ، ونكتب ليه نيو ليست، يعني بحال غادي نصوب واحد لا ليست جديده ديال هذاك لي جوغ، واحد القائمه جديده ديال هادوك اللاعبين، يعني نيو ليست جوغ شحال من جوغ 25، يعني غيصوب لي واحد لا ليست يحط لي فيها 25 جوغ، كل جوغ عنده النوم ديالو، دات نيسونس ديالو، واش اكسبير ولا ماشي اكسبير، و لا بوزيسيون ديالو في التيران، هادشي اللي كاين. دابا نصوب كونستركتور افيك تو لي بارامتر، ونحط فيه هادوك لي فاريابل اللي صوبنا دابا ديال الايكيب، ايك نيم string equal، واحد القضيه غتلاحظوها ملي كنديكلاري مثلا انا هنايا في لا كلاس ممكن ديرهم بجوج حدا بعضياتهم وتعطيهم نفس التيب، ولكن في كونستركتور تو افيك تو لي بارامتر ولا كونستركتور كما كان ضروري تسيباريهم، كل واحد تعطيه التيب ديالو، ولكن شي طريقه راه يقدر يكون عارفها شي واحد غير انا ما مقلبتش عليها، انا قلبت راه غلطه. عندنا بايت ان بي جو، عندنا بايت ان بي غاني غاغن، نزيدو عليها لونترينور، ولكن غتلاحظو واحد القضية لونترينور، غتلاحظو واحد القضية انا عايش بين دابا لونترينور سميناها ترينر، نسهل لاكولات هنا ما كتبش ايكيب فوالا، كما لاحظتوا انني ما زدتش لا ليست دي جوغ في الكونستركتور بار ديفو، انا غادي نقول لكم علاش. هنا حطيت جي ار اس دخلت فيها يعني ريتورنيت بها لي جوغ، هاد لي جوغ ملي تريتورناو غيجيو هنا، وهاد الجوغ هادو غتصوب ليا واحد لا ليست ديال 25 جوغ، دونك انا باش غادي نخدم غنخدم بديس، يعني غنجي مورا هاد الاقواس ونكتب ليه ديس، ندير قوسين ولكن ندير دو بوان، دو بوان قبل من هذيك ديس صافي، نخدم نخدم عادي. هنا ما فهمتوش اي حاجه راه ممكن نشرحها لكم، غير هو ما بغيتش نطول بزاف التفاصيل باش الفيديو ما يطولش. دابا غندخل ندير ديس نوم كيما بالعاده، كيما هادشي كامل كاع لي كونستركتور افيك تو لي بارامتر راه كنديرو فيهم هاد القضيه هادي، اكنيم ديس اكفيل
اس بوان ان بي جو و ان بي غانياك voilà و ان بي غاني و ما ننساوش لونترينور بيان سور لونترينور ولا ترينر سمينا ترينر ايكوال ترينر voilà هنا ساليت ليكيب ساليت لا كلاس ايكيب هنا لا كلاس بروغرامات شي راه الا بغيتي انت تيستي ولا شي حاجه ولكن انا غير اعتبرت هاد الفيزيو ستوديو كورقه وكتبت لكم فيها راه ماشي غادي نتيستي ولا شي حاجه حيت نهار ملي غنبغي نتيستي غادي نتيستي في ليفينو مونسيال دونك سالت الحلقه ديالنا بالنسبه بروغراماسيون اورينتي اوبجي نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا مزيان هاد يعني وصعبتوا وحاجه اخرى انا راه ملي بديت هاد هاد انا ملي بديت اول مره هاد الاكزام راه شحال من حاجه ما كتفهمها بقيت كنعاود نعاود نعاود هذا فهمتي يعني شحال من واحد منكم غادي يحس براسو راه ما فهمش ويقول لك انا راه ما فهمتش كننصحك بانك تعاود تشد سير الورقه وتعاود هذا الامتحان هذا مرات عديده حتى تشد مزيان باش تكون يعني مدرب راه اهم حاجه هي البراكتيسينغ هي التدرب بقات لينا لي فونومونسيال ان شاء الله غادي ندير لها فيديو اخر من بعد يلاه كنتم مع محمد كمال ندعوكم ان شاء الله الى الاشتراك في القناه وضع تعليق كملاحظه او كاسئله لا تنسوا انكم ان تنشروا هذا الفيديو جزاكم الله خيرا وتفاعلا منكم لكي نمدكم بالمزيد